كانت زليخة بن شيشو قد فقدت زوجها عبد الهادي قبل 8 أعوام، قضى في حادثة سير وترك 3 أولاد. اشتغلت المرأة التي تنحدر من الناظور وتمكنت من توفير مداخيل أتاحت لأبنائها 3 الحصول على تعليم جيد، ثم إنها وظفت ما حصلت عليه كتعويض عن مقتل زوجها من شركة تأمين استثمارا في عقارات في بروكسل تدر عليها مبالغ مالية محترمة كل شهر. توقفت الرحلة في مكناس، وكان حميد الكحلاوي يبدي حماسا زائدا وغريبا للاطلاع على ملف القضية التي يقبل عليها العم شعيب وأرملة شقيقه عبد الهادي. ولفت انتباه العم شعيب أنه كان يحاول أن ينفرد بزليخة، ولذلك قرر أن لا يدع له فرصة لذلك، ثم إنه قرر أن يبقي في حوزته الحقيبة الجلدية السوداء التي تتضمن كل الوثائق الخاصة بتلك القطعة الأرضية المتنازع عليها. كان العم شعيب ومعه زليخة يظنان أن حميد الكحلاوي سيواصل رحلته إلى مدينة وجدة، إذ كان أخبرهما بأنه يعمل في مكتب للمحاماة هناك. ولكنهما لما وصل إلى بركان فوجئ بالرجل ينزل معهما. سأله العم شعيب إن كان سيبقى في بركان أو سيعود إلى الحافلة ليواصل رحلته إلى وجدة. ابتسم وأدخل يديه في جيبي سترته الجلدية البنية، ثم قال إنه سيبقى في بركان لمساعدتهما. كان رده مثيرا لاستغراب العم شعيب وأرملة شقيقه على حد سواء. تسلم الشيخ حقيبته وحقيبة زليخة من مساعد سائق الحافلة. تجاهل ذلك الذي قدم نفسه باسم حميد الكحلاوي، إذ صارت تخامره شكوكنا الآن في نواياه. بدا له أقرب إلى نصاب منه إلى شخص يعمل في مكتب للمحاماة. اقترب من زليخة وهمس لها أن تحتاط، لم يضف شيئا آخر ولم يكن بحاجة إلى ذلك. صار على بعد 10 أمتار من الحافلة التي جاء فيها من طنجة. حميد يبدو أكثر إصرارا على مرافقتهما. توقف العم شعيب، ولما صار الشاب بجانبه قال له بعبارة لم يجد أكثر وضوحا منها: أشكرك يا سي حميد، وكما قلت لك سابقا اعطني رقم هاتفك حتى إذا ما احتجت إلى مساعدتك اتصلت بك. ظل الرجل ينظر إليه وكأنه لم يسمع كلامه، ومرة أخرى تجاهله شعيب وزليخة، عيناه لا تفارقان المحفظة الجلدية التي يتأبطها شعيب. ثم فجأة دفع الشيخ وأسقطه وانقض على الحقيبة الجلدية وأخذها وهرب. نهض الشيخ، ساعدته زليخة، أصابه الذهول، وما لبث أن احتشد حولهما عدد من رواد المحطة الطرقية. رأت زليخة الحافلة التي أقلتهما تتحرك مغادرة موقفها، وظنت أن اللص الهارب عاد إليها وأكمل رحلته إلى وجدة. تقدم شعيب وزليخة إلى مركز الشرطة ووضع شكاية ضمناها كل ما توفر لديهما من معلومات عن اللص، وبشكل خاص عن الوثائق التي كانت في تلك الحقيبة. كان فيها كل الوثائق الخاصة بالعقار موضوع النزاع بين شعيب وورثة أخيه الهالك عبد الهادي من جهة وشقيقه عبد الله من جهة أخرى. لم يكن في تلك الحقيبة أي مبلغ مالي، بل كان فيها شيك ممضى على بياض من قبل زليخة، وكانت تنوي سحبه في حال الحاجة في وكالة بنكية في بركان. ما كان يقلقها أكثر التوكيل الذي حصلت عليه من أبنائها لتنوب عنهم في تصفية الإرث. الوثائق الأخرى كان العم شعيب يتوفر على نسخ منها. بعد أن خرج من مركز الشرطة توجه إلى نزل وسط المدينة واستأجر غرفتين. ظنت زليخة أن رحلتهما إلى بركان قد انتهت. بالنسبة إليها فإنها لم تعد تمثل سوى نفسها. التوكيل الذي حصلت عليه من أبنائها سرق، وليس يخفى عليها أن إعداد توكيل آخر ليس بالأمر الهين، وإلا فإن على أبنائها أن يحضروا من بلجيكا. كان كل ذلك يقلقها ويشغل بالها. تذكرت الشيك الممضى على بياض فتضاعف قلقها.
عليها أن تتقدم بتعرض على ذلك الشيك في الصباح لدى أقرب وكالة للمؤسسة البنكية التي لديها فيها حساب. لم تكن كما العم شعيب تتصور أن يحدث كل هذا. لقد استعدت لهذه الرحلة منذ عدة أشهر، وها هي ترى كل ما قامت به ينهار. كانت ليلة باردة في غرفتها في ذلك النزل الذي آوت إليه رفقة العم شعيب. ظلت زليخة مستيقظة. ما حدث لهما مساء أمس في المحطة لم يكن في الحسبان. ضاعت منها التوكيلات التي حصلت عليها من أولادها الثلاثة، والشيك الذي كان موقعا على بياض والذي قد يستعمله ذلك الهارب ليسحب كل ما في حسابها من مال أو جزءا كبيرا منها. ذاك الذي قدم لهما نفسه باسم حميد الكحلاوي وبأنه يعمل في مكتب للمحاماة في وجدة يبدو نصابا محترفا، بل إنه لم يتردد في نشر تلك الحقيبة من العم شعيب وبوجه مكشوف. اقترب الفجر، سمعت المطر ينزل بغزارة. لما التقيا على مائدة الفطور أقر العم شعيب بأنه لم يستطع النوم. أبلغته بأنها ستتوجه أولا إلى فرع المؤسسة البنكية التي بها حسابها لتقدم تعرضا على الشيك الذي كان في الحقيبة التي سرقت. قال إنه سيذهب إلى أخيه عبد الله ليرى مدى استعداده لفض مشكلة الإرث دون اللجوء إلى القضاء. حركت رأسها موافقة. لم تكن المرة الأولى التي تزور فيها مدينة بركان، وكانت آخرها تلك التي كانت فيها برفقة عبد الهادي زوجها الذي قضى في حادثة سير قبل 8 سنوات. بعد أن تناول فطورهما نهض العم شعيب. كان يتوعد ذاك اللص الذي نشل منه الحقيبة ويردد بأنه سيقتله إن أمسك به. كان بداخله ما يشبه بركانا من غضب. قالت له إنها بالرغم من كل الذي حدث لم تفقد الأمل في استعادة ما ضاع منها، وأنها تظن أن الشرطة ستمسك بذلك اللص وقريبا. ذاك ما تظنه، ذاك ما تتمناه زليخة. ذهبت إلى الوكالة البنكية وقدمت تعرضها على الشيك الذي يوجد ضمن ما سرق منها. أبلغها الموظف بأن ذلك يعني أن حسابها سيظل تحت المراقبة إلى حين، وأنها لن تستطيع إصدار شيكات أخرى. لم يستوقف زليخة كل ذلك التفصيل الذي قدمه الموظف، فكل ما يهمها الآن ألا يصرف ذلك الشيك. خرجت من الوكالة البنكية يغمرها إحساس بأنها تمكنت من إنجاز خطوة أولى في طريق الحد من آثار السرقة التي تعرضت لها. قامت بجولة في وسط المدينة ولاحظت أن أشياء كثيرة تغيرت على مدى السنوات العشر الماضية. فكرت في التوجه إلى حيث الأرض موضوع ذلك الجزء من الإرث الذي لم تتم تصفيته بعد. تذكر أنها رافقت زوجها إلى هناك في زيارتهما الأخيرة إلى بركان. استقلت سيارة أجرة. لما وصلت بدا لها المكان مختلفا. قبل 10 أعوام لم يكن هناك سوى حقول وبنايات متباعدة يسكنها مزارعون، وما تراه الآن مختلف، تجزئات سكنية وبناء مكتمل وآخر في طور الإنجاز. قدرت وهي تتأمل كل الذي حدث ويحدث أن القطعة الأرضية التي لم يحسم أمرها بعد صارت ذات قيمة عقارية هامة. عادت من هناك وقد ملئت رغبة في استرجاع الوثائق المسروقة والتعجيل بتصفية هذا الجزء المتبقي مما خلفه الحاج محمود بوشتاوي والد زوجها الهالك وجد أبنائها الثلاثة.